مشاهدينا مشاهدي نيل التعليم العالي، بنرحب بحضراتكم حلقه جديده من انشطه جامعيه. موجودين مع حضراتكم النهارده داخل كليه الفنون الجميله جامعه حلوان ومتابعه لمعرض مشروعات الخريجين. كونوا معنا وتابعونا. ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء. برحب بحضرتك معايا تعربي. اهلا وسهلا، انا اسمي امال، قسم جرافيك شعبة تصميمات. المعرض اللي بالنسبه لنا ليه اهميه كبيره، ان احنا لما بنتفرج على شغل الزمايلنا بنستفيد منه كتير. يعني في ممكن فكره مثلا فكره منه تعجبني تضيف لي مثلا معلومه عندي. يعني انا احنا سنه رابعه السنه دي، فبرضه مطلوب مننا مشروع التخرج. ف الفكرة ان احنا لازم يكون عندنا ثقافة بصرية، والثقافة البصرية دي مش بتيجي من فراغ، لا لازم نتفرج كتير على معارض للأساتذة الكبار، معارض للطلبة، كل حاجة. المفروض لان المفروض الفنان التشكيلي بعد ما بيتخرج بيبقى المفروض موسوعة، وبيبقى المفروض قادر بعد كده ان هو ينقد يعني اللوحات التشكيلية اللي قدامه. فانا هنقد ازاي اللوحة التشكيلية لو انا ما اتفرجتش وشفت وعرفت ايه الصح اللي هنا وايه الخطأ اللي هنا. بالنسبة للوحات القريبة من تخصصك يا امال، التصميمات ايه اللي عاجبك فيها؟ اجدد حاجة فيها ايه او احلى حاجة فيها ايه؟ احلى حاجه هو كل حاجه حلو، بس كل واحد بيبقى ليه روحه. يعني شفتيها ازاي؟ يعني المفروض الواحد لما بيشوف اللوحه بيحس ان الفنان اللي قدامه دوت فعلا يعني قدر يوصل لاحساسه اللي هو في اللوحه اللي هو رسمها، ولا ما وصليش حاجه منها. في زميلتك عامله لوحه النرجسيه تقريبا، في زميلتك عامله حاجه عن الملامح الشعبيه، لفتت نظرك اللوحات دي؟ اه طبعا، كل لوحة في المعرض بيبقى ليها احساس مختلف. يعني كل لوحة هنا الواحد بيتفرج عليها بيشوف بيبقى فيه افكار جديدة، بيبقى كله يعني مثلا التصوير الزيتي عالم تاني، الالوان عالم الالوان ده برضو بتبقى رؤية بصرية مختلفة، الرسم اللي هو بالرسم الرصاص برضو رؤية مختلفة، الرصاص برضو يعني مش اي حد بيقدر يجيده، الحفر برضو بيبقى ليه مذاق خاص. يعني فما اقدرش احدد اقول يعني مثلا ده حلو، لا كل واحد مش تقولي حلو ولا وحش، لكن تقولي ايه اللي عجبك فيه. هل في مدرسه جديده؟ هل في شكل جديد ممكن تكوني ما شفتوش قبل كده بالنسبه للحفر مثلا؟ اه في يعني ساعات ممكن الواحد هو بيشتغل في الحفر بتطلع منه عفويات بتطلع منه في الحفر، ممكن تكون مثلا شيء هو جديد ابتكر وحاجه حصلت معاه غلط، بتبقى بس بتطلع بعد كده لما بينفذها بتطلع معاه حلوه، وبيقدر بعد كده ان هي يستخدمها كتقنيه خاصه بالفنان هو ذات نفسه. يعني طب انتي يا امال بقى بدأتي تفكري في مشروع تخرجك ولا لسه؟ اه وبدأت، بس كل مرة بشوف حاجة بتجيلي فكرة تانية اغير. الفكرة كانت معاكي كانت ايه؟ والله وانا حاليا بفكر فكرة ان انا اعمل مشروع التخرج عن الارهاب، يعني اللي حاصل وكده، فعايزة اعمل حاجة عن الارهاب، بس كل شوية برضو يعني مزبزبة شوية كده. يعني برضو انا مشروع التخرج ان شاء الله يبقى عن الحفر. كنت عاملة الاول اساطير، كان عاجبني عالم الاساطير والخيال، والواحد يعني زميلتك عاملة اسطورة النرجسية هنا. اه ما هي يعني كل واحدة اسطورة، كانت عاجباني او اسطورة عروسة النيل، وبعد كده غيرت مثلا اساطير تانية زي اسطورة الف ليلة وليلة، قصص حاجات كلها جميلة، واحنا عايزين بس نشوفها بقى يا امال ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. ما يكون التوفيق، ويعني بنشكر جدا. وتقولي ايه لزمايلك بقى عشان يحضروا معرض اكتر مهم ان هم يحضروا معرض عشان يزودوا ثقافتهم البصرية زي ما قلت لنا؟ اه المفروض فعلا ان هم يحضروا المعارض ويتابعوا نشاط المعارض ويتابعوا النشاط، مش سواء بس معارض طلبة، لا معارض الأساتذة، ودايما في دار الأوبرا بيبقى فيه معارض على طول، وفي كمان لسه كانوا مفتتحين من قريب صالون الشباب، وفي كمان يعني هم برضو في كل فترة بيعملوا لنا زي معارض خاصة للطلبة اللي هو ايه يعرضوا فيهم المشاريع الأكثر، المشاريع اللي احنا بنبقى عاملينها طول على مر السنة،
بتبقى مشاريع خاصة بالسنة مثلا، فكل شوية يعني بيطلع معارض. دلوقتي بقى الاهتمام بالمعارض بقى بشكل كبير، عشان دلوقتي بقى كله يستفيد بالمعرض أكتر ما ممكن يعني يستفيد من زميله. يعني دلوقتي المعرض بتتفرج عليه بتاخدي رؤية بصرية، بتستفيدي ممكن فكرة. يعني مثلا بالنسبة لنا احنا عشان سنة رابعة، دلوقتي ممكن فكرة تعجبني أقدر أنفذها حفر. فلازم الواحد يتفرج على المعارض كتير. احنا بنتمنى كل توفيق ومشكور جدا يا شكرا. ولسه معاك مشاهديني التعليم العالي في كل مكان، ولقاءاتنا ما زالت متواصله من داخل كليه الفنون الجميله جامعه حلوان. برحب بيكي معانا، اتعرفي. يارا عيد حواش، قسم جرافيك تصميمات. يارا، يعني عايزين اولا نعرف انطباعك ايه النهارده عن معرض كل شغل زمايلك، وانك تيجي تلاقي شغل كمان موجود معانا. هو حاجه بصراحه يعني مختلفه خالص. انا كنت بشوف المعارض قبل كده، بس يعني اول مره اشوف الحاجات بتاعت دفعتي وكده، فهم مطلعين شغلهم طاقتهم كلهم في المشاريع، في مشروع التخرج، عاملين حاجات هايله بصراحه. كمان والله شغلك هايل جدا يا يارا، احنا بنشكرك عليه. انت قسم تصميم، في البدايه عايزين نعرف قسم التصميم بتتعلمه فيه ايه، ونعرف بقى شغلك النهارده انت قدمتي فيه ايه. اوكي، هو التصميم قسم تصميمات اصلا هو عباره عن، مش هو رصاص، شغل رصاص، وهو سمى التصميمات من التصميم المطبوع. يعني احنا بنطبع تصميمات احنا بنعملها على ايدينا، وبعد كده بنطبعها طباعة إذا كانت حجرية أو معدنية أو الحاجات اللي هي أو خشبية، يعني بارزة وغائرة وكده. سهل ولا صعب القسم؟ هو أقسم يعني إحنا عندنا قسم تصميمات المجهود العضلي والمجهود الحركي أكتر فيه من المجهود الذهني، أو هو الاتنين زي بعض بس المجهود البدني أكتر. في اللي هو الشعبة الثانية الرسوم المتحركة بيبقى معتمد على الذهن أكتر والتفكير والكرياتيفيتي بتاعت الشخص. تمام. طيب انتي اخترتي نرجسية، ليه بقى اخترتي نرجسية بالذات؟ اكيد حسيتي ان في حد عندكم في الكليه عنده نرجسيه ولا حاجه. انا بحب الاساطير جدا، انا بحب الاساطير قوي، فانا بحب الاسطوره، فبالتالي انا بحب يعني حبيت ان انا اعمل عن حاجه من الاساطير بتاعه زمان. صفه النرجسيه مرتبطه باسطوره اللي هي ايه بقى؟ النرجسيه في شخص زمان هو معروف ان هو اسمه نارسيس، ده مولود من اله وحوريه بحر، واتولد انسان، يعني هو نصف انسان ونصف اله، وكان العرافه اللي اشرفت على ولادته قالت لاهله ان هو مش هيعيش غير لو كان بعد عن ان هو يشوف نفسه خالص، يعني بس في ناس كتير هتحبه بس هو مش هيبقى قابل حد، فهيضطر ان هو بيحب نفسه جدا، يعني هيحب نفسه قوي لما يشوف نفسه في بحيره، فهيفضل عند البحيرة دي، مش هيروح لأي حتة تانية، وهيفضل عايش عندها لحد ما ينتهي موت خالص، ينزل يغرق فيها من كتر حبه لنفسه، غرق في البحيرة وطلعت مكان مكان موته ومكان البحيرة، طلعت مكانه الزهرة، زموها النرجسية على اسمه اللي هو نارسيس. يعني النرجسية اللي الإنسان فعلا بنوصفه بيها ليها أسطورة وليها حب الذات، حب نفسه لحد ما موت نفسه، من كتر حبه لنفسه ميت. دي فكرة الحقيقة يعني فعلا جديدة بالنسبة لنا يا يارا، ان احنا اولا نعرف منك المعلومة. ما هو
مشكلة ان المجتمع بتاعنا مش ثقافي، فما فيش حد يعرف حاجة عن الأساطير بتاع الزمان عشان يطلع منها إبداعات جديدة. دي النقطة انك انت فكرتي في الأسطورة وخدتيها بس ما اختزنتيها، مش ما تعملتيش معها، عملتي بيها فن جديد وابدعت منها شيء جديد اللي احنا شايفينه معاكي ده. عملتي ايه بقى؟ ايه رف شغل؟ هو انا الشغل بتاعي عملته بطريقة الحفر الغائر، تعبت فيه جدا وعملت حوالي 17 لوح زنك، هو منهم هنا لوحتين بس ما قدرتش اجيب الباقي عشان كبير جدا وما كانش فيه مكان. بس هو يعني انا بس يعني اهم حاجه ان انا نفسي الناس تهتم بالذات بالفن اللي هو التصميمات ده، لان هو مش شائع خالص، يعني اللي هو الحفر يعني نفسي يبقى موجود عند الناس اكتر، يعرفوا عنه ويبقى عندهم داتا منه، لان يعني بجد بيوصل يعني للمجتمع كله حاجات حلوه قوي، يمكن معبر بعد الثقافي والله هي. ثقافي اكتر من الزيت والحاجات التانية، يعني طبعا احترمنا للحاجات التانية بس يعني ده ان هنا في شيء ورا اللوح عايز يتقال، يعني الحاجات بحس ان هو شكل يعني فني اكتر، يعني وبيحتاج تفكير وان انت توصلي للمعلومه اللي قدامك من الحقيقه. وصلنا والله المعلومه من الشغل بتاعك، بنشكرك جدا عليها يا يارا. ايه اللي تتمني تقوليه لزمايلك بقى عشان يهتموا بشغلهم اكتر، عشان يفكروا اكتر ان هم يعملوا افكار جديده ممكن يقدموها في مشروعات تخرجهم في المعرض؟ هو الاساطير يعني قسم خاص جدا بالنسبه لاي حد ان هو يشتغل فيه، وبالذات في الحفر، لان الحفر بيحتاج حاجات كرياتيفيتي عاليه قوي ومجهود بدني كويس قوي، لازم يكونوا متغدين كويس واكلين كويس عشان يقدروا يعملوا الشغل ده، لانه بجد مرهق جدا ولازم يعني هو بجد فن حلو قوي، يعني نفس الناس كلها تتعرف عليه. بعد ما يتغدوا كويس يشتغلوا كويس، يعني زي غذاء البطن غذاء الروح برضو مهم. يعني لا بجد محتاج مجهود جامد، يعني اتمنى كل التوفيق يا رب. مشكورك جدا على مجهودك في معرض، الف مبروك المعرض. الله يخليك. ميرسي. ولسه معاكم مشاهدينا من داخل كليه الفنون الجميله جامعه حلوان، ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء. برحب بيكي معانا، تعرف بيكي سهى احمد هاشم. سهى، يعني اولا ايه التفكير اللي جه في دماغك لما دخلتي المعرض ولقيتي لوحاتك معروضه وفي ناس كمان واقفه بتتفرج عليها، مش بس زمايلك، ناس زينا في الاعلام او اي حد تاني داخل يتفرج على لوحاتك؟ هو الحمد لله انا ما كنت عملت الموضوع في البدايه، كنت متوقعه ان ما حدش يعني في قابليه شويه عن اللوح او كده، لا بس الحمد لله عجبتهم وكنت مبسوطه قوي ان شغلي، يعني حد بيقول لي انت عملتيه ازاي وفي ناس شايفاه. الحمد لله والله الحمد لله شايفين في حاجات رائعه جدا. فكرتي في فكره ازاي يا سوا؟ انت مسميه الموضوع هلاوس وحابه تظهري حاله فنيه كده بتعبر عنها هلوسه، هي واضحه جدا في لوحاتك. هو انا حاولت شويه اعبر عن المرضى النفسيين، ان المجتمع بتاعنا اصلا شبه مهمشهم تماما، وهم جواهم حاجه يعني قوانا كلنا، يعني احنا مش لازم نكون مرضى وعشان نكون مرضى نفسيين، لكن احنا في حاجات كتير بتضايقنا في المجتمع، بس فحسيت ان انا لازم اعبر عن المرضى دول في تعبيرات وشهم، في ان هو يعني البورتريه بتاعهم شبه ضايع، ملامحهم مش باينه في وسط مجتمعنا وفي وسط ان هو خلاص ما بقاش فيه غير ان سبوت على ناس معينه، لا هم دول ناس بيحسوا زينا كلنا وفي حاجات هي اللي وصلتهم لكده. بس فحبيت ان انا في مشروعي ان انا امسك النقطه دي واشتغل على جانب نفسي اكتر، عشان احس ان انا عملت حاجه يعني بعد كده يعني المجتمع يشوف ان هي حاجه ليها لازمه. يعني طيب قريتي في الموضوع ده يا سهى، يعني هل الفنان بس تبقى ثقافته ثقافه بصريه يرسم ويشوف اللوحات اللي قبل كده مرتبطه بالموضوع ده وكده، ولا ممكن يقرا كمان عشان يدعم الصوره اللي هو بيرسمها؟ لا طبعا في البدايه قريت كتير قبل ما ابتدي اصلا مرحله الاسكتشات خالص، قريت كتير قوي وجبت كتب كتير، كنت حاسه ان انا خلاص بقيت ماشيه عماله بحلل في الناس واشوف هو دي شخصيتها ايه وانت متوتره من ايه، وخلاص بقى وصلت المرحله اللي انا شبت الفن ودخلت الطب النفسي. اتحولت تماما عن دراستي، حسيت ان انا كمان تعمقت قوي جوه بقى شخصيات كل حد فينا، ففاتني كشخصيا وغير ان هو فاتني في شغلي. واضح جدا في شغلك. راضيه يا سهى عن المستوى اللي طلع بيه مشروعك؟ الحمد لله. شفت كانت كتير المرحله دي؟ كانت كتير جدا، يعني قبل ما كل لوحه بيتعمل لها حوالي يعني مش اقل من 15 سكتش مثلا، عشان انا لازم في الاخر ابقى مرتبطه بمجموعه معينه، لان هم كلهم مجموعه لوحات فكلهم لازم يعبروا عن نفس الموضوع.
بس مجهود كبير جدا احنا بنشكرك عليه. وطبعا اكيد الكليه عملت لكم شكر كبير اهو انها عملت لكم المعرض ده النهارده. بنتمنى لكم كل التوفيق. زمايلك بقى سواء اللي بيشوفوكي وعايزين ان شاء الله يعملوا مشروعات جيده، ممكن يعملوها ازاي او المفروض يكونوا ملتزمين جدا بايه؟ ان شاء الله انا لازم اقول لهم اهم حاجه التدريب، يعني لازم قبل ما حد يمسك موضوع ما امسكوش من القشور بتاعته، لا اقرا عنه كويس قوي عشان يبان بعد كده في شغلي ان انا باين ان انا فاهمه انا بتكلم عن ايه، مش مجرد ان انا مسكت الموضوع وعملته في الاخر ان هو يبقى قشور محدش يشوفه. لازم اتعمق قوي في الموضوع قبل ما اعمله. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق وبنشكرك جدا والف مبروك المعرض مره ثانيه. الله يبارك فيكي. ميرسي ميرسي. ولسه معاكم مشاهدينا التعليم العالي في كل مكان، ولقائنا من داخل كليه الفنون الجميله جامعه حلوان. برحب بيكي معانا. تعرفي انا مي سمير. مي، مشروع تخرجك مشروع القصر ثقافه، انت قسم ايه اولا؟ قسم ديكور عماره داخليه. صعب ولا سهل بقى انك تصممي قصر الثقافه؟ لو انت حابه اصلا انك تصممي هتعرفي تصممي حلو قوي، بس لو مش حابه كده هيبقى صعب قوي. طيب خدتي وقت قد ايه يعني او بداتي اصلا تزوري قصور ثقافه او تعرفي ايه المفروض يكون موجود في المكان يعني؟ المشروع اتحط عليا على ان هو قصر ثقافه، بس انا في الحقيقه ما عملتوش قصر ثقافه، عملته مركز تعليم فنون اسلاميه بقى نحت وخشب نحاس كل حاجه. فعملت بالتالي مثلا قاعه النحت الخشب مثلا تراث فاطمي اللي هي تحت دي، مثلا العثماني كان مثلا مسرح لانه ما كان بينتشر عندهم مثلا ده، الاندلسي مثلا خدت من قصر الحمراء حاجات عملتها في ريسبشن، بس ما كانش حاجه واحده. انت وانت بتتكلمي ماي واضح جدا انك قريتي، ان عارفه الاندلس مشهوره بايه والعصر العثماني مشهور بايه والعصر الفاطمي مشهور بايه، يعني قريتي شويه. طبعا مش اللي هو دخلتي صممتي كده خلاص عشان يبقى شكل العماره كمان بيعبر عن الفتره دي. ممكن تعملي مثلا مشربيات بشكل معين ما كانش موجوده في عصر ده، او شكل عربي ما كانش موجود بنفس الشكل. كمان كان حريم السلطان وقتها لسه بادئ، فاستعنت بيه جامد قوي في القاعه اللي هي كبيره. ممكن احيانا الدراما تديكي ثقافه بصريه انك تعملي بيها شغل كتير قوي، بتزود كتير قوي. انا حتى قطعت كمان حاجات من المسلسلات وبدات اعمل منها ان شاء الله. حلو قوي انك عملتي ترابط يعني بين الاثنين، بين الدراما وبين الشغل بتاعك. وده شيء مهم من وجهه نظرك. الفنان اللي يعني بيحاول يعمل عماره داخليه المكان المفروض ان هو يعني يشوف كتير. هو اكيد لازم، وبعدين دول ناس عظماء قوي، فلازم نحاول ندقق في حاجتهم عشان نقدر نطلع بعد كده بنتيجه حلوه. تمام، وده اللي طلعتي بيه فعلا يا مي الحقيقه ما شاء الله. يعني احنا بنشكرك جدا على المجهود اللي انت عاملاه. طب بالنسبه بقى للكليه، الدراسه فيها صعبه ولا سهله؟ لو انت برضه حباها مش هتحسي بصعوبتها، يعني هو كل حاجه على حسب ما انت حابه الحاجه او بتهوي اصلا الماده. بس طب اتخرجتي يا مي الحمد لله، يعني بتفكري ان شاء الله في مجال الشغل ولا بداتي فعلا ولا لسه؟ شغاله. يعني حابه انك تكملي في مجال الفن، لو في يعني فكره التصميمات لاماكن او حاجه زي كده يعني تحبي تشتغلي؟ هو اصلا شغلك كده يعني؟ شغلي اصلا، بس انا يعني ممكن مثلا زمايلك يقولوا لك دربينا او يعني ممكن نتعلم منك حاجه، او يعني في وقتك الفاضي ممكن تقدري تعملي. لما حد بيطلبني فوق اساعد بساعد بس، وبعدين انا بعمل ماجستير معاهم هنا. دي شوكولاته لسه؟ لا لسه مش نبي اصلا ان شاء الله. طب مي لو بتنصحي زمايلك بقى اللي بيشتغلوا في العماره الداخليه بالذات المفروض يلتزموا جدا بايه عشان يطلع مشروعهم كويس ان شاء الله، ويبقوا هم بعد كده كمان يعني محترفين في شغلهم ان شاء الله؟ هو اهم حاجه يكون عندهم ابداع. بقى عندهم ابداع هيغيروا حاجه في الكون، هيغيروا حاجه احنا محتاجين نغيرها اصلا. لكن طول ما هم ما عندهمش الفكره او الابداع ده خلاص ما اعتقدش هيطلعوا حاجه كويسه اصلا. يحاول بس ان شاء الله. بشكرك جدا وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا. Thank you.
ولسه معاك مشاهدينا مشاهدي النيل التعليم العالي، ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء. برحب بحضرتك معانا، تعرفي سيد زهران استاذ سيد ده حاجه دراسات حره هنا في كليه مشكله ان شاء الله قسم تسويق زيت. يعني انت اصلا خريج كليه التجاره، ايه اللي شجع حضرتك انك تدخل الدراسات الحره تصوير زيتي في كليه الفنون الجميل؟ بصراحه يعني انا موهوب في رسم البورتريهات بالفحم وكده وشغال بيها يعني، فطبعا حبيت اسكن الموهبه وكده، فقلت ما فيش اكتر من كليه هي اسكن موهبتي بيها وكده. و الدراسه دي يا استاذ سيد؟ لا الدراسه 6 اشهر. طيب الحمد لله، يعني وفقت بقالك قد ايه؟ نتيجه جميله جدا. يعني الشغل اللي انا كنت بعمله يعني كان عايز يعني افهمه اكاديمي، غير برضو في قدرات عالية هنا ومعارض وحاجة جميلة. طبعا واحد يعني بيعترف ان هو يعتبر اول مرة يعني يشوف شغل كويس وحاجات حلوة يتعلم منها. يعني ربنا يوفقك، والشيء جميل يا استاذ سيد انك يعني فكرت انك تثقل الموهبة مش بس انك تشتغل بس ده. لا انا يعني الحاجة ديت بصراحة يعني زودت موهبتي وعرفتني بدكاترة كويسين وتعلمت منهم شغل كويس، والمعارض هنا برضو يعني عرفتني اللي انا ما اقدرش اعرفه برضو خارج الكلية. الحمد لله. بالنسبه للمعرض النهارده، معرض الخريجين يا استاذ سيد، رايك فيه؟ لا تحفه 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 بصراحه. يعني هو يعني حاسسني باني ما برسمش خالص، يعني انك بترسم وموهوب الحمد لله. يعني انا متخصص في رسم البورتريهات بالفحم يعني، بس اللي انا شفته شغل الرصاص والزيت والحاجات دي كله حاجه يعني جميله جدا يعني بصراحه يعني جدا جدا. يعني انا يعني مش متخيل ان انا اجيب الشغل الحلو دوت. لا ربنا يوفقك ان شاء الله مع الدراسه تقدر تجيبه باذن الله. طيب يعني تنصح الناس اللي زيك استاذ سيد اللي بتشتغل في الحرفه دي او المهنه دي او مهتمه يعني بالفن بشكل عام ومش دارسه، انها تدرس حتى لو فاتها قطر التعليم الفني ده ترجع له تاني؟ صراحه يعني الدراسه من غيرها يبقى الواحد اكنه ما عملش حاجه. يعني نعم انا يعني خبره في مهنتي وكل حاجه، بس يعني الشغل الاكاديمي له برضو يعني افضل بكتير جدا. اصل ممكن معلومه صغيره تاثر في مهنتي سنين، المعلومه دي انا مش عارفها، ممكن بعملها غلط بعملها صح انا مش مدرك اصلا. فالكليه برضو بتعلمني ايه الصح ايه الغلط، هتفرق معايا في موهبتي وفي شغلي، هتفرق في حياتي في كله يعني. بنشكرك يا استاذ سيد بكل توفيق ان شاء الله. الله يخليك، مع السلامه. ولسه معاك مشاهدينا مشاهدي النيل التعليم العالي، ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء. برحب بحضرتك معانا، تعرفي سيد زهران استاذ سيد ده حاجه دراسات حره هنا في كليه مشكله ان شاء الله قسم تسويق زيت. يعني انت اصلا خريج كليه التجاره، ايه اللي شجع حضرتك انك تدخل الدراسات الحره تصوير زيتي في كليه الفنون الجميل؟ بصراحه يعني انا موهوب في رسم البورتريهات بالفحم وكده وشغال بيها يعني، فطبعا حبيت اسكن الموهبه وكده، فقلت ما فيش اكتر من كليه هي اسكن موهبتي بيها وكده. و الدراسه دي يا استاذ سيد؟ لا الدراسه 6 اشهر. طيب الحمد لله، يعني وفقت بقالك قد ايه؟ نتيجه جميله جدا. يعني الشغل اللي انا كنت بعمله يعني كان عايز يعني افهمه اكاديمي، غير برضو في قدرات عاليه هنا ومعارض وحاجه جميله. طبعا واحد يعني بيعترف ان هو يعتبر اول مره يعني يشوف شغل كويس وحاجات حلوه يتعلم منها. يعني ربنا يوفقك، والشيء جميل يا استاذ سيد انك يعني فكرت انك تثقل الموهبه مش بس انك تشتغل بس ده. لا انا يعني الحاجه ديت بصراحه يعني زودت موهبتي وعرفتني بدكاتره كويسين وتعلمت منهم شغل كويس، والمعارض هنا برضو يعني عرفتني اللي انا ما اقدرش اعرفه برضو خارج الكليه. الحمد لله. بالنسبه للمعرض النهارده، معرض الخريجين يا استاذ سيد، رايك فيه؟ لا تحفه 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 بصراحه. يعني هو يعني حاسسني باني ما برسمش خالص، يعني انك بترسم وموهوب الحمد لله. يعني انا متخصص في رسم البورتريهات بالفحم يعني، بس اللي انا شفته شغل الرصاص والزيت والحاجات دي كله حاجه يعني جميله جدا يعني بصراحه يعني جدا جدا. يعني مش متخيل ان انا اجيب الشغل الحلو دوت. لا ربنا يوفقك ان شاء الله مع الدراسه تقدر تجيبه باذن الله. طيب يعني تنصح الناس اللي زيك يا استاذ سيد اللي بتشتغل في الحرفه دي او المهنه دي او مهتمه يعني بالفن بشكل عام ومش دارسه، انها تدرس حتى لو فاتها قطر التعليم الفني ده ترجع له تاني؟ صراحه يعني الدراسه من غيرها يبقى الواحد اكنه ما عملش حاجه. يعني نعم انا يعني خبره في مهنتي وكل حاجه، بس يعني الشغل الاكاديمي له برضو يعني افضل بكتير جدا. اصل ممكن معلومه صغيره تاثر في مهنتي سنين، المعلومه دي انا مش عارفها، ممكن بعملها غلط بعملها صح انا مش مدرك اصلا. فالكليه برضو بتعلمني ايه الصح ايه الغلط، هتفرق معايا في موهبتي وفي شغلي، هتفرق في حياتي في كله يعني. بنشكرك يا استاذ سيد بكل توفيق ان شاء الله. الله يخليك، مع السلامه. ولسه
لسه معاكم مشاهدينا من داخل كليه الفنون الجميله جامعه حلوان. برحب بحضرتك معانا. تعرف بيه؟ استاذ سيد مهني. دراسة حرية يا استاذ سيد؟ دراسة حرية في كلية انا قسم تصوير. انت دراستك بعيدة خالص عن الفن، دراستك دار علوم ومع ذلك حريص انك تيجي دراسات حرة، اكيد عندك موهبة طبعا. ايوه طبعا اكيد، والموهبة عندي من وانا صغير، فكنت الرسم عندي كان احسن حاجة بحبها يعني، فجيت عشان ادرس هنا دراسة حرة في الكلية. ده شيء جميل انك تسخن الموهبة يعني يا استاذ سيد، ويعني اتعلمت فعلا حاجة بقى واستفدت من الكلية؟ اكيد طبعا، الدكاترة معانا في كل حاجة بيقولوها لنا وبيشرحوا لنا، اي حاجة بنحتاجها بنسألهم بيقوموا معانا على طول. استفدت يعني فعلا؟ طبعا اكيد. طيب بالنسبة للمعرض النهاردة اللي احنا موجودين فيه مع حضرتك، ده معرض الخريجين، ايه اللي انت شايفه يعني في المعرض؟ ايه اكتر حاجة لفتت نظرك؟ كمان لو حتى التصوير الزيتي، هل حابب انك في يوم من الايام تعمل لوحات زيها؟ اكيد طبعا، هو انا سبب دخولي الكليه هنا ان انا اشارك في معارض وصالونات ويبقى ليا معارض الخاصه، واحسن لو حد ليك معارض خاص. اكيد طبعا. طيب بالنسبه للناس اللي يمكن ما جات لهمش فرصه الكليات الفنيه زي تربيه فنيه او فنون جميله او فنون تطبيقيه، تنصحهم بايه يعني؟ ان هم يجوا فعلا دراسات الحره ولا يعملوا ايه؟ والله لو الانسان فعلا عايز اللي هو يثقل الموهبه بتاعته، اكيد لازم هيدور على حاجه تعليها يعني. احنا بنتمنى كل التوفيق، بنشكرك جدا. شكرا. كنا معكم مشاهدينا مشاهدين التعليم العالي من داخل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومتابعة لمعرض مشروعات الخريجين، معرض فني يتميز بالأناقة ومجموعة كبيرة جدا من اللوحات الفنية. نشكركم على وعدنا بلقاء جديد وحلقة جديدة من أنشطة جامعية.